شو يا سعدية؟ ليش مجعوزة؟ حدا جعزك شي؟ لا تقبرني، ما فيني شي. شلون ما فيك شي؟ مبين الجعزة على خلقتك. ليك ومشان مبارح أنا متأسف جدا لأني جعزتك. لا تطلع على قبري، لا تتأسف ولا شي. لا ما بصير، الأسفنة ضرورية، كل ما واحد غلط لازم يتأسفان. تقبرني أسفنتك إن شاء الله. والله يا ابن عمي أنا اللي زعجني إني عرفت شو صار بقصة مرت أخوك فريال. شو قصتها فريال؟ طلعت هي اللي حاطة جرة بخزانة اخواتك اللي عطتها اياها فوزية. مشان شو؟ مشان تتهمهم بالسرقة. لك شو قصص هالنسوان هي؟ يا عليم الله، هي لازم ما تضل عند اخي ولا حصة. دري اخي بالموضوع؟ المهم هلأ تقبرني، شيلنا من قصصهم كلياتهم. ابن عمي انا بس خايفة عليك، انت خايفة عليك من كل هالمعركة. والله انت اصيلة يا سعدية، مع اني اهملتك اخر فترة لساتك بتحبيني. بس يا سعدية هذا وطن، والوطن غالي. أنا لازم ما أقعد بالبيت مثل النسوان، أنا لازم شارك بالمعارك، ولازم ساند أهل حارتي وأهل بلدي. وشو بيجي من رب العالمين يا محلا. بس بدي وصيكي يا سعدية، إذا الله أخذ أمانته بتسمي يلي ببطنك صخر، خلي يطلع قلبه حجر مثل مني. عم مين جايينا هلا من على بكرة الصباح؟ قومي فوتي انت لجوا لشوف مين وهاد. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، خير؟ شو في؟ لك محمود حامل سلاحه وهاجم عليك. هو قال لك انه بديتني؟ اللهم اني بلغت. مين قال لك رح تطلع؟ اللهم اني بلغت. يعني انت شفته ولا حدا علق؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا مين محمود الدم مني؟ والله لا اشرب من دمه. الحمد لله، الله يحميك يا شام. الله يعطيك العافية يا محمود. أهلا بالعقيد. شو هلا عم تفتح؟ لا عقيد، نسيان غرض بدي أخده ومشي. الله يعطيك العافية. شو بدي أقول لك؟ اليوم بدي أكون رجال. ها بإذن الله عقيد. لك محمود، محمود خير؟ شوفي أبو عبدو هاجم عليك بسلاحه، قال بده يستد منك. يستد مني؟ إيه، قال لأنه هذيك المرة هجمت على داره. ليش شو سواله؟ ما بعرف، أنت لأنك صديقي خبرتك. ها باطل فشل. إيه الحمد لله، الله شال هم عن قلبك يا عقيد. أهلين يا زعيم، اشتقت لك، اشتقت لك كثير. شريف الحقيقة أنا عذبتك معي كتير يا زعيم. مو وقت الحكي هلا يا عقيد، مو وقته. بإذن الله كلنا إيد وحدة، وكرمال الشام وعيون الشام ولعيونك يا زعيم. بري عليك يا عقيد، بري عليك. رجال وكل عمرك بتضل رجال. لك وينك أنت يا نصي؟ لك شو في شباب؟ لك عم حده حامل سلاح وهاجم عليك. هاجم علي انا ليش بقى؟ لك ايه، لانك انت حاكي عليه ما بعرف شو. انا حاكي عليه؟ لا ده انا بورجي له الحيوان. ايه شو بعد هيك؟ لا شو شو تحتاوي؟ شو شو تحتاوي يا لطيف؟ شو في طرطور؟ العقيد جاي لعندك وحامل سلاح. ما عرفت ليش هجم علي؟ الله العليم انه عرف بدك تشلحه العقيدية. يمكن شو هالحكي؟ إذا عقيد بيتطاول علينا لك أنا فرجي. عرفت شلون يا زعيم؟ زعيم 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 شو في؟ الحارس فعلا برا. شو هالحكي؟ إيه والله باطل؟ يا لطيف، روح روح أشوف. No!
شو عم يصير هون؟ شرف زعيم، اي محمود هاجم علي. انا الطرطور خبرني انه هو اللي هاجم علي. وانا كمان الطرطور هو اللي خبرني انه انت هاجم علي. وانا خبرني الطرطور انه العقيد هاجم علي زعيم. وانا كمان الطرطور هيك خبرني. وانا طرطور خبرني هيك. لا يا رجال لا. معقول الكلام يا ابو فهد؟ انا بحياة عمري اتطاولت على حدا لحتى اتطاول عليك؟ إيه لا ولا مرة. وانت يا ابو حاتم؟ انت مو طول عمرك ساكن عنا هون بالحارة؟ في حدا من جيرانك هجم عليك؟ لا والله يا عقيد. شلون كان هلا بدون يهجموا عليك؟ الواحد بيروح على بيته بيكون جاهز. والطرطور حسابه عندي. عقيد. نعم زعيم. تخلق لي الطرطور من تحت الارض. لعيونك زعيم. ما حدا اليوم يفتح باب الحارة ها؟ اذا بدهم يشعلوها هلا فنحن جاهزين. قولوا الله يا رجال. الله. شو الحلم اللي شايفته؟ الله يستر شو عم يصير بهالحارة؟ يا رب تمطي هالكم يوم على خير يا رب. يا رب. أهلين ابن عمي. خير ابن عمي شو في؟ ليش هيك عملتي فريال؟ شو عملت ابن عمي؟ أنا مفكرك أصيلة يا فريال، بتطلعي هيك لك أخس. أنت عن شو عم تحكي ابن عمي؟ هلا شفت أخي وحكالي كل شيء. القصة خلص انفضحت فريال. قصة شو ابن عمي؟ سألي فوزية يا فريال، أوام رمزي، لأنه حكوا كل شيء. بوس إيدك ابن عمي تسامحني، بوس إيدك. فريال بوس رجلك ابن عمي ما تقولها، بوس رجلك. انت طالع. نانو نانو. احترامي سيدي. جاهزين؟ كل العناصر جاهزة سيدي. نانو معكم كل الصلاحية، بتستخدموا رصاص، بدي اياكم تفتشوا البيوت كلياتها، والسلاح اللي بتلاقوه بدي اياه يجي لعندي. هلا كلياتكم انت والعناصر تطلعوا وراي على الحاره، بدنا نطوق الحاره، وبس تغيب الشمس منداهمه. امركم سيدي. حدو حدو رح نايم. شلون بيجي لقلبك تنام بهالاوضاع هاي؟ شو بدي اعمل يا بيل؟ شو بقدر اعمل انا؟ يا بيل لحالك ما بقدر تعمل شيء، بس كلياتنا اذا اجتمعنا بنقدر نعمل شيء. ثاني شيء نحن على ابواب معركه كبيره، يعني الواحد ما بيعرف من الرصاصه رح تجي على راسه، وانا خايف اتكل، لذلك بدي اطمن عليك. يا بيل بوس ايدك لا تكمل، الله يعطيك العمر الطويل. صراحة أنا قررت رجع أمك. عن جد يا أبي؟ معلوم. على ليلة بتكون جنبك مشان إذا أنا اتكلت. والله هذا أحلى خبر بسمعه بحياتي. شو هاد؟ إذا أنا اتكلت؟ لك لا يا أبي، إنك ترجع الميمة. معلوم بدي رجعها، أساسا أنا ظلمتها ما بدي خلي برقبتي ذنوب. تاني شي خليها تدور لك على عروس، مشان إذا أنا اتكلت تكون جنبك. الله يخلي لي إياك يا أبي. بس بدي منك شغلة هلا. بتروح بتدس نبضة، إذا حابة ترجع لابعت للشيخ. لك طول بالك، شو رايح بالقلابية؟ بتصدق يا بي؟ والله مفرحتي نعم على قلبي. فرحتك انت ولا مفرحتي انا؟ خيرية خيرية خيرية. شباك شباك. هلا اذا انا متت بالمعركة اللي رح تصير مع الفرنساوي لا سمح الله، تتجوزي حدا من بعدي؟ انت موت وما عليك. شو ها؟ قصدي بعيد الشر، زبادي الطين ما بتتكسر. يا ربي منك يا خيرية، شو بكي؟ لك أنا عم قول فرضاً فرضاً، يعني إذا رحت فيها هيك اتكلت وأنا عم دافع عن الشاب. يا
ارضك يا ابو مستشفى الزلمه. يا ربي منك يا خيريه، ليش عم ضحكي ليش عم ضحكي؟ الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. انت فجني وبعدين مجني. شو بدنا خيريه، الواحد ما بياخد منك لا حق ولا باطل. ولك تنعطلت شيء، شو بدك تاخد مني؟ يعني اذا متت واتكلت مين رح يلبس جلابياتي من بعدي؟ لا عيني، من هالناحيه اطمن، بجيب جلابياته معه، اصلا قياسه مو من قياسك. إذا هي خلاص هلا اطمنت. يا لطيف منك يا خيرية، ضروري الواحد يعلي صوته عليكي لحتى تحكي. جايب جلابياته معه؟ يا مو. نعم يا مو. انت بتعرفي انه اليوم عندنا معركة مع الفرنساويين؟ الله يحميكم يا امي. يا مو هاي معركة كبيرة قد الشام كلياتها. الله ينصركم يا امي. بقى بتعرفي كمان الدنيا فيها موت وحياة. ان شاء الله العمر الطويل يا امي. بقى يا مو على حب النبي اذا صار لي شيء بدي وصيك يا الوصية. ايه بعيد الشر عن قلبك تقبرني. امانة يا مو، امانة ديري بالك على فتحية اللي عندها ولد، وكمان سعدية بنت ناس وبنت اصول، كمان ديري بالك عليها، ولا تنسي فوزية هي أمه لعبده خطي عبده، بدنا ندير بالنا على أمه وعليه كلهم، ولا تنسي بدرية الأولانية هن عم يقولوا إنه حامل، أنا شاكك بالموضوع، بس إذا طلعت حامل بدنا ندير بالنا عليها، وبدرية الثانية إيش وما له حصة يعني كمان بندير بالنا عليها، إن شاء الله ما أكون نسيت حدا. تارك لي قبيلة وبتقلي ديري بالك عليهم، بس كرمال عينك مستعدة دير بالي على الكون كله، حطه على راسي. يابي يابي اللي هات اشوف مشي حالي يابي. يعني هي وافقت ان ابعت لها الشيخ شاي يرجعها؟ ايه يابي قال هي موافقة، بس قال التنس الشاي اللي عندك رفضوا من قرونه. هي هيك قالت لها؟ ايه. وانت ما فهمتها؟ لا. لا إذا أمك عم تقول التيس اللي جاي اللي عندك ربطه من قرونه، يعني أمك عم تقول عنك تيس، معناتها الناس شو بكون عم تقول عنك؟ وليش هيك عم تقول يابي؟ يعني القصد يابي لازم تشد همتك عن شغل الكتاب. إيه والله يابي عم شد همتي، بس شغل الكتاب عم يعطينا فروض صعبة كتير. وشو الصعب فيها؟ لك يابي آخر مرة طلب منا نكتب موضوع إنشاء. لك يابي في أسهل مواضيع الإنشاء، في أسهل مواضيع الإنشاء. إيه طيب أعطيني موضوع إنشاء عن الطبيعة يابي. سهلة. نظرت إلى الطبيعة فوجدت دودة، وببلش تحكي عن الدود مثلا. في دودة القز، في دودة الحرير، في دودة اللفت، في دودة يابي. هذا موضوع عن الدود مو عن الطبيعة، وكمان بدنا موضوع إنشاء عن الفواكه. كمان ما في أسهل منها. أخي ذهبت في رحلة إلى مزرعة الزعيم فوجدت أشجاراً متنوعة فيها التفاح وفيها البرتقال، أخذت التفاحة لأكلها فوجدت فيها دودة، والدود أنواع، دودة القز، دودة الحرير، دودة اللفت. يابي حاجة دود، حاجة دود، بوس إيدك والله دود قلبي. يا بكتب لنا موضوع انشاء عن الفضاء، بس انتبه شيخ الكتاب قال ما في دود بالفضاء. ها عادي عادي اذا ما في دود. بتقول له انه نظرت الى السماء فوجدت القمر وكان جميلا ومن جماله اغمضت عيوني. اللي راح ياكلون الدود، والدود انواع، دود القز، دود الحرير، دود اللفت.